هيا تحية كبيرة لكادير جابوني حضر معنا لاليوم يسا سي بون على كل حال كادر جابوني اسلمتك معنا كادر الياباني وكادر الجابوني خويا كادر كوش راك لاباس لاباس سي تان بليزير خويا عايشك بليزير المعارض يخليك خويا العزيز تكسل كيما قال راني بيان والله راني بيان انا معاك كادر اللي ما يعرفوش على كل حال قال السؤال مباشرة وراك عايش سؤال ثاني كادر جابوني اللي ما يعرفوش ممكن بالك يكون سمع مرة على مرة مثلا كنت جايز هكذا سواء نداء ولا بالك في طوموبيل ولا في اي جهة ها انا تسمع مثلا هذه مثلا مثلا ولا ممكن تكون اغنيه واحده اخرى اللي مثلا هي اللي بديت بها اللي هي قلع سلع وبلع هذه طنطقت بها هذيك هي هذه اللي سمعنا هذه خليجي خليجي يا حبيبي انا ثاني وراي خليجي راح شويه خليجي نزيدوا هذه زعما عندك واحد اخرى صاي خلصوا له هيا كادر جابوني اذا انت على كل حال فرصه لينا باش نهار اليوم باش نقتربوا بك ونعرفوا اخر اخبارك ومن بين اخر اخبارك انه ما كانش عندك بزاف فواياجيت بسلامتك شيخ الله يسلمك انا عايش امريكان بوسطن نيويورك واشنطن ولندن اي والله هاي احكي لنا سيدي احنا باش نحيي حفله الجاليه الجزائريه الجاليه المغاربيه نقولوا العربيه اللي متواجده كاع في ربوع انت كادر واش حسيت باللي راك وليت مطرب تاع راي في خارج الحدود تما حسيت وين راه الطلبه اكثر وقت واش بدات واش من اسانه كي بديت 2010 هكذاك 2010 في لي فيستيفال تما بديت نشارك في المهرجانات اللي كاينين في الدول العربيه وفي الدول الاوروبيه تما تما اللي بديت نعرف باللي تما راني الناس هم يسمعوا للحاجه اللي نخدمها والميساج يلحق اذا هنايا انت نقدروا نقولوا باللي راك تاكد النظريه انه قبل ما تولي زعما خارج النجم خارج بلادك لازم تكون ديجا نجم في بلادك بيان سور وي والشعبيه هذيك هي اللي تدي بعض المنظمين يقولوا يعيطوا يسمعوك شكون هذا كادر يقول كادر راه داير حاله ولا يقولوا فلان راه داير حاله ولا قال بلال راه داير حاله بعدها تمشي تولي عندك عروض ولا يقدموا لك عروض باش تنشط في بلاده يكون يدير الاسم بلاده والناس تولي تعرفوا في بلاده يخدم خدمه باش كي يقبلك البيبليك تاع سورتو البيبليك تاع الجيري كي يقبلك البيبليك في الجيري تسمى فاصل ما تقدر تدخل وانت عندك واحد الميزه سي سبيسيال انه مطرب تاع راي داكور بصح كنت قادر تانيك تولي مطرب تاع راي يعني تاع كلمات سهله تاع حاجه خفيفه كلمه تمشي ملاح كنت قادر وي انسان احنا انا ما كنتش حتى تدخل حسيت روحك لا حبيت تدخل لا شونسون مودرن راي في كلمات نقيه كلمات نقيه بيان سور باسكو انا قبل ما سيدي نخدموا حاجه الاولى في الدار يسمعوها تسمعوا يما تسمعوا اختي دونك بصح احنا نعرفوا مليح اللي الفنانين هذوما حكايه فلوس انت كنت قادر تدي الفلوس علاش ما تجيش في الفلوس والله كاين ثاني واحد التربيه كاين مبادئ كاين اخلاق واحد مربي على حوايج عندنا احنا قبل ما نروحوا نولوا مغنيين احنا نشوفوا ثاني ديننا اسلامي مسلمين قبل ما نكونوا مغنيين دونك لازم واحد يراعي الاخلاق التربيه اللي كبر وسختوا الحاجه اللي كبرت عليها دونك ما انا قلت لك يا سيدي قبل ما يسمعوه الناس بالك نديرو في الدار تاسي نسمع دي اختي ديما جايزه هايداك لازم نغني كلام نقي باش نقدر ندخلو باللغه العاميه ندخلو للكوزينه ديروا تصفيق على عبد القادر السيكتور هذوك ما عندو لك نيوز هذه غير من عندي هاي من عندي كامل
الحمد لله. السلام عليكم. عبد القادر اللي على كل حال يخدم معنا في الحصه، عبد القادر اللي هو عنده مهمه نهار اليوم ككل حصه انه يلهب بالضيف تاعنا. اليوم الضيف تاعنا نقدموا غني على التعريف الاخ. غني على التعريف، مرحبا بك قادر جابوني. قادر جابوني خويا، صحيت خويا. قادر جابوني، واحد السؤال. حمبو. واحد السؤال. شوف ما تخاف ما والو، واحد السؤال بسيط، لأن على بالك باللي كاع اللي يغني والراي سي شاب. شاب خالد، شاب مامي، شاب. أنت قادر جابوني. أنت ما كانش شاب. Tu vois, le nom Chab, ça n'existe pas. Mais درت لي واحد المشكل. نهار اللي قالوا لي جيت له قالوا لي كاين كادر جابوني، رحت للسينما. رحت للسينما. عمك بريزلي، عمك بريزلي. إي سمعت كادر وجابوني، رحت للسينما هكذا نشري تيكي قري واحد يقولوا نتفرجوا كادر جابوني. أنا عن بالي فهمني بروسلي فهمني فيها كاراتي. قال لي لا هذا شونتر. قلت له قول والله قلت له ما نعرفش حتى جابوني غني الراي. قال لي هذا جابوني وغني الراي. دونك سؤال، علاش اختاريت جابوني؟ واحد انا والله مازال نفوتوه والله نشفى نورمال. هذا السؤال شفتو كي خرجت لا بروميير فوا مع صفيان وي انا في بلاطو صفيان 2008. الله يبارك. بس معاه قال لي عليه، قلت له انا جابوني ما جاتش من عندي، جابوني جات من برا. جات من برا. دوك نعيطوا اللي برا نديروا معاهم حصه. اي والله بدا لي برا. لا دوك الجابوني هذا جات من الصغر هكذا كادير كادير جابوني. اما انا نقول لك حاجه خويا، شوف انا جفي دير كيك شوز باسكو عندك ان لوك تاع لي جابوني هكذا شويه عينيك مجبودين تو بصح ما خاطك الكاراتيه واتو خاطيه خاطيه. الحمد لله الحمد لله. هذه دنيا هذه دنيا هذه دنيا دير حسابك في دنيا باسكو. شوف في كوت انا جفي تراك باش نروح له. روح 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 احكي لنا احكي لنا. غادي نحكي لكم واحد الحكايه تاع ان جابوني. هاي راه باش نسمعك انا نجي نتكسم معاك. فوالا ان جابوني جا لهنا للبلاد ودار النامي نتاعو واحد الجزائري. مي جابوني يهضر جابونيه والجزائري هذا العربيه. دونك لا كومونيكاسيون باش يتفاهموا سي بيان لا جيستويل. هذاك الجابوني يقولوا ديغي مي هارنو هو. هذا كيفهم يا قهوه يا تاي الماء. فهم كيفاش؟ جيبهم له ثلاثه. وعاود الجزائري يقول له اسمع يا حبيبي راني عيان شويه باغي ننعس. راك جاي. ولي ماشي هذاك الجابوني طاح مريض كوما. طلعوه لوبيتال صحة ايتا كوماتو يخا. الجزائري قالوا له صاحبك الجابوني ماشي انت صاحبك الجابوني راه كوما جري طلع طاف حوس عليه لقاه. وعلى بالك احنا عندنا بتي بروبليم سيكو كي نجيو نرقبوا على كانش مريض نقعدوا في السره نتاعو. اه روماركيت تاع روماركيت روماركيت بارفوا ثلاثه بهم يقلبوه يقلبوه نوض بالك وهيك عزل يا خينا نريحوا. دونك هذاك الجزائري جا قال جابوني راني نقول لك مطاوع كوما كوما كحزو هكذا وريح هنا. وبدا يقول له صافا شويه تهلاو فيك هنا والله والو. جابوني ما يهدرش. عاود قالوا لي جبتك شويه الياورت. قالوا كل ياورت مليح. اقول كل راه ياكلوا هي الفرمله هنا انا نعرف. جابوني امومو امومو هدر هدر. قال له هدر مي سوى اللسان والشنايف اللي خدموا. دونك لا جيستويال ما كايناش. الجابوني قال له ما تيكي مهني تاتا. الجزائري قال له واش؟ واش راك تحكي واش كاين؟ عاود هذاك الجزائري تنوى قال سير هذه تاتا بالك دراهم ولا؟ اوفيسيال. تبدا تقول له تاتا نتاع هنا ولا تاع الهيئة؟ جابوني راح راح في غيبوبه تامه كاع. عاود رجع عرق عرق عرق. عاود قال له ماتي كي مهني تاتا. قال له شحال شحال بعد تاع تاتا الى البيرونجا وبعدها على حاجه شحال شحال هذه تاتا. مات
يخا خرج مدي قوتي خرج هكذا تلقى واحد قال له وش بك صاحبي قال له والله العظيم قال له ذاك الجابوني صاحبي قال له هو مات وقال له على بالك دو فوا هو يقول لي واحد الكلمه وما فهمتهاش قال له انا عندي 25 كون في جابون واش كان يقول لك قال له كان يقول لي ماتي كي مهني تاتا قال له ما فهمتهاش قال له لا قال له كان يقول لك نوضع التيون تاع الاكسجين خلي ريسبيري تاتا قتلو قتلو هذه ما كاين تاتا هذه عقل عليها جابوني هذه ديرها لنا في الشغل اه وي ماي تاتا على ريكوت وكاينه وحده كاينه وحده هذه جابوني جا الجزائر مي عاود كاين جزائري راح لجابون جزائري راح لجابون عند صاحبو هكذا جابوني تصفيق على سفيان الور الجزائري راح عند جابوني نوض على التيو تاع الاكسجين ساي فوتوها هذه ساي الور شوف جابوني قلت لك جزائري عند جابوني هذاك جابوني صحيبو منا باتوا ذاك الليله الصباح نوضوا قال له شوف قال له انا خدام ودوك نجي مع 18 قال له راك هنا في الدار وما تخرج قال له علاش ما نخرج قال له كاع الغاشي شبه لي لتحت وعلى بالك بلي الكريدي سي انتردي في جابون او واي كاين الناس تشابه او على بالك انت هكذا في حانوتك تيدخل واحد تقول له ماشي سلك 300 هذا يقول لك لا تقول له لا في بالي هذا انت 300 مش البارح عاود هذا عاود شوف الاخر قايت يا بو يما الحبيبه فمن شد دونك سي انتردي الور هذاك الجزائري قعد في الدار بوندون حتى ل 18 جا لاخور قال له صافا قال له صافا با صاحبي قال له علاش قال له على بالك باللي خليتني هنا وما خليتيش ميم با لا كوموند باش نتفرج لا تيلي او لا لا قال له نسيت قال له التلفزيون فيش لا كوموند قال له كيفاش يشعل قال له هكذا واه واو قال له كيفاش تبدل لي شان قال له ها اي وليدي واو وكيفاش يطفي قال له هكذا هو طفى قال له شوف ما تديهاش مني قلة الصواب التلفزيون هذا بغيته قال له سون بروبليم جابوا لهنا حطوه في الصالون عيطوا ولاد خالته مهبول ولاد عمو نسابو جيرانو كاع حطهم كيما هكذا وقال لهم ها التلفزيون مبرونشي اللي يشعلو يديه قالوا له اعطينا لا كوموند ما فيه قالوا نجمو نتوشيو الله يعاون إذا جا مكورة قالوا له ما قدرناش نشعلوه قال لهم ريحوا قولوا باز أه؟ باز قالوا له باز قال لهم شوفوا كيفاش يشعل شعل قال له كيفاش يطفي قال لهم ها طفى صفقوا كاع حرقوا له يما Merci.